الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بداية التحر زو مرة يقول كيف بقنا عندنا دي لقاء وكوريزن سيس من الناس يعني مرة رؤساء ومشكلات سميات المجتمع المدني يقول كيف بدا الصحافة الضيوف كيف بدا سي عبد الله مجاهد زين نبات والإخواني كيف دمر زي الجمهور من الغرب بخصوص فصيل لوتشادوريس وجميع الحاضرين. فاللقاء هي التواصلية يعني كل موسم عند الجيل باش يجي اللقاء هاك الفعاليات هاك الغيورين هاك جمهورنا هاك العشاق الوفاء الرياضي المزغنغال باش من نور ب جمهورنا يعني الحصيله المحسن ذي البدايه الهانيده يعني مرحله الذهاب تكمل اتوقع بدا مرحله الاياب وانسن المسائل التقنيه من يوتيكو بترتيب الناس ولا بمسائل المسائل التقنية كذلك أنقرب أكثر فأكثر يعني الغيورين في الفريق أنقرب في الوضعية الراهنة في تعيش الوفاق المزغنغال. بالنسبة يجي ورقة تقنية الحاصلة من فريق النقد يعني هذا كي يقدم الكاتب العام سي محمد السوسي فسوف الكلمة وليت أفضل مشكورة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر تحيات الجميع كما قال السيد الرئيس السي عزيز الملاهي فإن الشطر الأول من البطولة إسالة شنتها من سيمان زكواني ونحن مقبل ان شاء الله على الشوط الثاني من هذه الايام ان شاء الله سيمانيا كاول مقابله تدير ذلك امام المزغنغال. مادا بنا الومنش حصيله الفريق للشوط الاول شطر الذهب. بالنسبه للحصيله كانت مقبوله الى حد ما. الفريق كيرا 10 المقابلات يعرف لي 5 يتعادل لي 4 يخسر يشطر يعني حصيله مقبوله الى حد كبير. بالنسبه للاهداف استطاع فريق الهجوم انه يسجل 18 هدف واستقبل 13 يعني بنسبه عامه تشمل زائد 5. بالنسبه للنقط المحصل عليها فقد استطاع الفريق ان يحصل على 19 نقطه في المرتبه الثانيه وراء المتصدر اتحاد اتبو عياش بفارق نقطتين. اتحاد اتبو عياش حصل 21 الشمال 19. كان بالامكان ان يرين الشيني جان صراحه الشيني غير متصدرين لولا يعني الظروف وشان المقابلات يعني تغنيت لي صالح نتعادل ايفنت خصوصا اثنين المقابلات مش بعد قيمه الريس والتصنيع اللي في الزغلان المقابله الحسنيه في النظور والمقابله اللي كانوا في مرحله الذهاب كي شباب وكسبنا المقابله مش بكل صراحه قيمه الريس والتصنيع لانه هو ونستهجبوا على سيت متعادل بين المقابلين ونستهجب سيت الربح ولكن المكتب هو نتا مشتاق مشتاق متعادل بين المقابلين ولكن الفريق اخذ ان شاء الله في المسار الصحيح يعني شي كحاصل يعني قنغ مليح نتمنى ان شاء الله مرحله الايابات اللي احسن في مرحله الذهاب خصوصا انه الفريق اللي كبش ناجي دابا الحمد لله في وسط الميدان يعني شي طوال يجي المشكل اللي وسط الميدان كما تعانى الزايز هو اولا وغامق بولكس تبان تيرا يعني كسوف دوبا تبان غير تجيشا يعني تبان تعانش من خان كيل الهجومات الدفاع بدا ديال الخطر يعني ولي بوش من الشن قاس الشين تيرا ستة مليح غادي تعاون شوي و تبان بولا يبنى المجمع يعني شين قاس العاب يعني نمرو 10 الى يتسمى غيبنى الملك الحمد لله نستطع انه هذه المرحله هي مبنى اثنين لاعبين هذا قشم اضافه طنقنا ان شاء الله
الا من تغيمان انه يعني ايمان هي النار من تغيمان وانه الفقير يعاني ماديا سوى التصوى الجلوس خصوصا وان الفريق خاص المصاريف تنقرم الفريق وجه قيتير هذا مثل مثلا اثير تعاوير اثير بالمال ان تقوى المانعات الحسين ابن المعيش ينزور يعني المصاريف تنقرم وماشي صحاش صحاش شي نعاود العابد فتوري تحت جن حتى ني المصروف الرواتب الرسم لي بريم المقابلات الديبلاسمون عن انتص المدرب او كذلك يعني المصاريف تنقرم سوق التصوير وما كان نزار نزار شي المصاريف الغامر هاك الميناء يعني بكل صراحه من مالي صاوا من تحت ما هزيله هزيله سوق التصوير والله الا نتصل الفرق يعني بكل صراحه نتصل الفرق والله الا نتكسر نلقاش نلقاش من اختيار يقارش شي قنطش البطوله شحال هم تيشن 15 مليون 20 مليون هاك مش البطوله ما يمكنش شكل فارق كون الفرقه الزرده ملي كيلاحوا كاع هذا سوق شتري مليون يعني من الزرد كما نسيت بقول يعني بكل صراحه يعني يدغي ما بينه هنا انه الميناء دروس اكل في المصاريف العامه يعني في القرنين سوا القص المانع هي غاري الشاديني الثاني تبدا حصيله تسمى متوالي انه المرحله في الذهب يعني بالنسبه لش يعني حصيله مقبوله يعني من يدي الحمد لله نتمنى ندخل اضافه ان شاء الله في مرحله هي باش ان شاء الله نحقق من مينيستر التلوسيه لانه هو شي كباب يعني كباري بزاف وغنستاج الهدف وهو ان يلاحقوا كاع وغادي نقول تسمى شي حاجه انشطني انقي شي الهدف من قبل ما نبدا هو ان يلاحقوا كاع ان شاء الله ان شاء الله اقام غير الطريق الصحيح ان شاء الله المرحله الاياب غادي يجي شي حاجه تصبح ان شاء الله والسلام عليكم. كان الكاتب العام السيدي السوسي صريحه المسائل الكبيره يعني لمرحله الذهاب الاضافه يعني من تسرع بلي الفريق يستاري البرنامج يعني غاس البروجي غاس البروجي يبسط يوم يتقسج البرنامج يعني يسلو سات زاد مقابل البرنامج نير يسلو سات زاد إج مثلا قاس مشين إج الراسي غاس قدام يعني غاس دي صندوق الناس دي المالية غاس قدام خاسي بنا في الراسي النير إي بنا بنادم الهدف النير غيكسر يوم ربما انحش نشير راسي دني فوق غانا في البنا يعني البرنامج بالهدف من الصعود راسي دني تو سلسي تما ديال الخير يعني هو غانكشا نبدل الموسم سناقس سلعس ومع ذلك يعني نتجبد تيج الامال نتلقى تما الثقه جارنا نتلقاش مجهود ضم قرار على اساس باش نتحدى يعني الازمه نتحدى التصن المصريين لعل وعسى انوض غال هدفنا طبيعه الحال يعني غنغال غنجي نتنصب قرار تا القريه تعودات باش نعاود وايجي وغاش نتمدين ديال الاقليم ودين برا الاقليم عاود وايجي الكنزه وهو يعني الماده الخام دلع الشباب والمزغنغان الحمد لله سيدي ربي تسمى يبشر الشباب سبحان الله العظيم كميه الزاد قاس من يهمل كل صراحه كيتاشد طافوربو تبارك الله تسير يعني دي لعب ساسي دي فوقو قد يرع وما شو الفريق الوفا يعني مية دنيا مية دنيا يلعب من سمار التروة جيكة التروة نزلها دي المناطق المجاورية جيكة وغاش بوش اللي ونشي يلعب زيبارة اللي ونشي اللي تدبا زيبارة التروة نزلها وتيران جيش المستوى تما غاسني المستوى يعلى بالمقارنة أشي فراقي غانا ضد الإقليم تصل فراقي من كان في نحسب يعني ما خزال دي كيبو تفد اثنين ثلاثة طارور تنديد عشرين زيبارة مارة تومتن زيبارة
إخميقت بولا الموسم كمل الموسم الكروي يبدا الموسم الجديد تا في الكيبوت هو غاسينا دي جو لعاب أزغنغال أزغنغال يعني يماني الشغل إلا عندو غاس ديني قيمل ماني ديني غني عاود يعني كيما بلاد ميح زامج كانو واسينو يعني الوجه المهم لكرة القدم وهو التركيبة البشرية اسمح الشيء التركيبة البشرية غاس غاوز مغان يجيج المستوى ضم فراد عما تما كيخصو لعاب وحاليا حاليا غانا فريق الشبان فريق الشبان نتا يعني تبارك الله عليهم كلاسان بريميرو وقتها ما عدلش بارتيلود في المقابلة المرة تعادل نيشتم يعني نهار اللي درت بزاف 6 7 8 لعابين لقينا عند سيدي سينيو لقينا اكل كيبار الى غاتنا تشنسن ديال كيبار دونك بالنسبة للعاب شي واضح في السوق يعني غير الفائض كاز شي غير الفائض يلعب بلا ما نيدا دي لعاب لي غانغ مثلا ديال الفاتحة غانغ بنات دي سروال غانغ دي دريواش غانغ دي الحسيمة الأمريكان إذا دي النيق خلاص بنات يعني كيكون القسم الثاني النخبة دونك نخزن الشيء يلعب نغان دي المستوى يوضن يتحال دي المستوى غانغ يجي الجمهور يعني قاعد نشتين بنات لوتشادوريس يعني وايد جي وايد فريق شمو يبقى وغير من غير نفسها يجي الجمهور يضحى الفريق النص يعني سكوشي سواء بمقابلة ذكرى بزنغان سواء بمقابلة الغبارة يعني سجن النظام وان تشجعان يعني الشعار الانسان كلشي النظام كلشي غانا المرحلة الثانية يعني الإياب سيغودا واردة ممش كاين مثلا فريق تحت الصف الأول بني بوعياش مؤخرا يعني وقع ديني حالة استنفار دي بني بوعياش كاد غاس الجماعة تكمل كاد غاس السلطة تكمل وين الناس المدرية حفزنت ماديا معنويا في شرط هذا الدعاء ومن النوح أنا زوي غجال الامتياز السليم قراني أنا في الامتياز السليم قراني غاوي فاق الزغنغة مين لأن نبو عياش غاس مقابلة مرة كما شاء خمسة المقابلات غاس مقابلة تسحن تفوق غار اتحاد دريوش اتحاد دريوش ايش باتو الاقتصادية تاع النص كيلو بس كيف يسوا فوت غاو عروير عروير اقد تروازيان فوت غار كيندير كيندير تاخدي المنافسة فوت غانا فوت غار امن يعني لفو تجو كرام غار الويفا دو يعني سؤال سؤال ترو ما غنقدش نودال وكزغن غير ما غير وفق غنعمل ما يزن غير بس المجموعة تم زياد ديال الجمهور ديال المكتب ديال العابل يعني أين لا قال في غادي الاجتماع ديال الجمهور العامة يعدون كل موسم وين كذا يعني نفس الوجوه دي حضان الجمع العام وزغات نفس الوجوه دي حضان الجمع العام فوزغات وين ودوا سؤال متروح ما غير ده شيء يودان يعني وإذا ركز نعمل لأن الشيء غير طموح لأن الوفاق التاريخ عبارة الوفاق اللي يقيم ذي الدرجة اللي يقيم ذي الأقسام العصبة على الأقل يخص اللي يعقب غاو مشنس وباش اللي يعقب غاو مشنس يخص شوية ويقول المسقان شوية من الدعم الدعم من قاد الدعم زبودا من زغنغان تجار من زغنغان الاعيان من زغنغان الجماعه من زغنغان السلطه من زغنغان القدماء من زغنغان لا يكفي قال القدماء يعني
عقب شوية أزمة القوس قاغس يعني من تذن من تذن غاز الفارقة ألمانيا اللي تسمى شي وقع العزوفة القدامى شي نفس السن مرة أنه الوفاق المزنغر يوشن رجنيسن ربما زي شي من العلاقة دلنا مرة جميع الفرق هاك كيون البرية الرياضة العلاقة تبقراني والعلاقة دلني العلاقة دلني نبنى اللي وقتنا متوكرة على نتوانا نتسياد من الكلاب نبنى ذن وعروا الفريقة الوفاق نهاني ذن فعلت هنا زي سنتين تسياد العلاقة دلني سندن سميتن الولاد نتاع غاسل سنن ولات الفريق سنن يوم دنيران فالونس ولات ذا عاوننا ولكن في ميتا انه قدماء ازغن غير واتتان ديال الجموع العامة واتتان ديال لقاء التواصلية واتتان ديال الفريق نسن اضعف الايمان تمني رفدات تمني خدت اجي سجون عام لا قديم اخي دي فاطمه غا دينا المقابله ادي الفاربيس ديال غاسيتا العابن هادي الشخي العابن يعني هادني شجعني حفز معنويا لان انت غاسي ديرك مش تجيب الطبق راس هادني حفز غا معنويا يعني جنحاج الطبق بالنسبه للشيء ودي قصيده ديال فوتو في الوفاق من الزنغان يعني يلعب نقديم الثمانينات ولا كذا كور مارنش ديني يلعب واسين يلعب نهاني الجيله ديال الاغلبيه واسين يلعب الوفاق قديما ما يمر لان هاجان الفريق نسن بالعكس نتاع الفراقي النغني يخمي نتاع الفراقي طوال ديال الهواد نتاع غافاس غامكناس يخمي الخزاع غيلعب نتوما نسن هاك الفراقي نسن نتوما راه كمرن كارير نسن عقبل من عندي كيبو نسن سيان تمعاونا تقعد كيبو نسن زائد عاود بالنسبة نتوما نسيو الإكراهات إكراهات الزنغان زكوا ميديكا نتا تسمى يتكافح أزمة تقز الشجرة ما نعقب يعني غال المداخيل يغان غدي الموسيمة المداخيل دي النير الجماعة من زنغان 39500 درهم 3,950,000 المنحة دي النير الجسر إقليمي 30,000 درهم 3,000,000 فرنك أقوم المنح دار الجوفة نشي دي مرحلة من الشطر الذهب نوض 18,000,000 وشي حاجة تاع المصاري ديالنا نمشي للسي محمد عبد الله المصاريف ديال نيرتاس يلعب غاسن لي صالير مارا رواتب نسن مارا لي بريم الوالد من ما عرفش شحال حنا المقابلات خمسة المقابلات التعادل اللي بارد وين كسي لي بريم سن مارا ديني المدرب ديني لي دي بلاسمون إلى عابس دي محضار دونك يعني خمي نفكا نتوالى الشيري يلعبنا غانا الشباب يعني تولد معدل السن سن ديني غير حتى سينيور 2001 اختار سينيور اتيرا سينيور انا 99 يعني الشباب مرة يلا غانا اثنين ثلاثة حرامون يعني شوية مغادي قديمة كل شيء ماشي نسن الحالة يعني الحالة المادية يلعب لنا ذي محضار قام تسند يعني غاسن الموهبة تسند ديال الفورمو ديال كيبون سير حدا جال غني هنا طبيعة الحال حدا جال مصروف من غاس عرفون دي المدرسة نسن حتى لأن متشجعين ماشي باش هادي سادي يراوها هادي راه تشم هو هادي سمح لي تغوري نسنا الولاد بالعكس متشجعين غا دراسة دار رياضة هادي غا تغوري الناس
ملي كمرتوري الناس ادياس غتداري واخا هو غتقول غيدارب اكي اكي حامل مثلا غتقوري غتنعاش ملي بغاو يلقاو واحد اللي غاشان حاجات الحصه الناس يتعوض المساعد المدرب بشرط غوري الناس دار يلا دوم جميع المصاريف في القرانيه مشي طموح لنا يعني من در حق لنا در حق لنا الفريق الامكانيه في غاش البشريه يخسر كاع و يعني ان حدا ان حدا ونحو وخا نحو ادمتع الفريق هو عندي يا شيخ باش هو وقف طويل غطاس المهم لازم اللائحه والناس اللي شنو هو اللي عبرت راي الناس شن الفكره هذا غير في الزايز شن النقد شن النقد بناء بنادم بشار بنادم يمكن الفضاء يمكن بنادم النقد اللي غتقبل بصدر راح شي قناه زميل يحاول نفس ناديك جا المداخلات فخليت ياخذ مشروع